في صرواح تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية والميليشيا التي تستميت وتدفع بعناصرها في معركة خاسرة لا تجني منها سوى ارتفاع عدد قتلاها. وبحسب مراسل قناة بلقيس فإن قوات الجيش صدت هجوما واسعا شنته قوات تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع التي حاولت التوغل باتجاه مواقع سبق وأن خسرتها خلال العملية العسكرية الجارية، ما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الميليشيا بالإضافة إلى مقتل قائد الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب العميد عبد الله دحوان والقيادي في المقاومة الشعبية صالح محمد وهيط وأحد مرافقيه خلال عملية التصدي لهجوم الميليشيا، وهو ما يعني تقدم القيادات الصفوف الأولى جنبا إلى جنب مع الأفراد في معركة تحرير البلاد من سيطرة الميليشيا. هذا ووصلت إلى صرواح تعزيزات جديدة من أفراد اللواء الثالث مشاه الجبلي لإسناد قوات الجيش والمقاومة التي تسعى للتقدم باتجاه المواقع التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيا في المشقب وحباب الحدودية مع خولان باتجاه العاصمة صنعاء.